سيا حك يقول عز وجل في مكتب تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان. نقف في هذه اللحظات الصعبة وقفة إجلال وترحم لنلقي النظرة الأخيرة على جثمان رفيقنا العزيز وفقيد شق طريقه رغم بعد الأمل سلاحه الأخلاق والاستقامة الشهامة والكفاءة. الجمع الكريم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقاعد صدق شكر الله سعيكم وجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله. نغفر لنا والإخوان إن سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إخواني تعاونوا على البر والتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب هذا هو الشيء الذي يجب ان يكون هناك